روح هات لي جوزين حمام تاني وما تنساش المشلتت. تأمري حمامه؟ لا يا اخويا مش عايزه حمامه واحده، انا عايزه جوز حمام زي ما قلت لك. انا مش قصدي يا هاني، انا اقصد حمامي يعني فريره. طب يلا فريره هات اللي قلت لك عليه من عينيا. اهبل باين ولا غبي؟ كل يا خوخ، كل ده الاكل يفتح النفس. باكل اهو. لا انا مش شايفه يا حبيبتي، بس ما قلتليش بقى ايه رايك في شغلانتك؟ حلو بجد؟ طبعا حلو، ده احنا بنسطر البنات، يعني البنت من دول بدل ما تتعرف لها على واحد ويلوف عليها ويضيعها، احنا بقى بنجوزها بدري بدري، واللي تعمله يا اختي في الحرام بتعمله في الحلال، هو كله بثواب. بس الناس غلابه قوي. اه بصراحه الناس غلابه، انت مش شايفاني قلبي عليهم؟ انا بقف معاهم. امال ايه؟ اصل هما الناس مش حمل ان هما يجوزوا بناتهم ويجهزوهم والموال ده كله، عشان كده بقى احنا شغلتنا كده زي ما تقولي زي الخطبه، يعني بنوفق راسين في الحلال وكله بما يرضي الله. اصل ليه البنات مش صغيرين على الجواز وشلت الهم؟ صغيرين؟ والنبي اختي ده انت اللي صغيره، البنت من دول بدل خراطها خراط الجواز، عارفه تلاقيها عامله زي ايه؟ تلاقيها عامله زي المره الصغيره كده، وبيتجوزوا يا اختي وبيسدوا، اساليني انا. سلام. امال يا بنت اسكتي، اصل احنا ما بنعملش حاجه عيب، قال على راي المثل ما عيب الا العيب، يعني احنا بنجوزهم ونسطرهم ونخليهم يساعدوا اهلهم. طب هديكي مثل، شفتي البنت المطلقه اللي احنا وجايين شفناها؟ البنت قاعده زي الكوبه يا اختي، وقال ايه مش عايزه تتجوز، كنت عايزه اكلها باسناني كده. صح عندك حق، عندك حق والله. وبعدين لو البنت صغيره لما تتجوز هتلاقي اللي يلعبها ويدلعها ويسليها، بدل ما هي قاعده في وش اهلها اللي عندهم قرطه عيال ومحدش بيبص في خلقتها، وساعتها بقى ايه الدلع واللعب والهشتكه وكله على المزاج. مش لعبه عادي بقى، راجل كبير قوي. تعجبيني يا روح الحاج. وعشان الشقق كلها في عماره واحده، فاحنا انتقينا شقه منهم بواسطه الوز المدام حرامنا المصون، هي اللي اختارت الشقه. اتفضل يا كبير. بصوا بقى يا رجاله، نبص فين؟ عدم الا مؤاخذه يا دي النيله، ادي ما جايبه. بصوا قدامك يا عينيا وصحصح شويه. صحصح ياض مع الوز، ياه الوز عصبي مش عايزين نعصبه، حاكم هو في عصبيته عسل مهلبية وسمسمية. اديني طبقة سيد. اتلم يا سيد، القلاديش بتوعك قاعدين. هما قاعدين اه بس نايمين. نايمين ازاي يا سيد؟ مش شايف يا اخويا كل واحد فيهم رايح مع الكلمة ما بيرجعش؟ انت فاكراهم صاحيين؟ يا دي النيلة، سلام تشوف يا سيد. دي تمرينات للرقبة يا وز، امال هيضيعوا وقتهم هما نايمين في ايه؟ يخرب بيتك يا راجل، اشق هدومي منك. لا خلاص ما تعصبش نفسك يا جميل. بقول لكم ايه؟ احنا اخترنا الشقه اللي في الرابع عشان اصحابها مسافرين كمان يومين ثلاثه، ودي احسن فرصه بالنسبه لنا. لا انا مش معاك يا زميلي. ما تقوليش يا زميلي عشان الحاله بتجيلي. انا مش معاك يا صاحبي، انت معاه ملي؟ ها خلصانه ومعاها حصانه. يعني مش معاك؟ غريبه، مع اني كنت شايف ان دي احسن فرصه. لا انا عندي فكره تانية يا صاحبي جامده جدا. نسمع منك. احنا نحط على الشقة اللي في الرابع عشان دي السكان بتوعها يعني مسافرين كمان يومين ثلاثة، وكده نبقى في الأمن والأمان. صدق صح، فاتت عليا دي، مش قلتلك ما جوش أصلا. الله يخرب بيتك يا سيد، الله يخرب بيتكم على القعدة السودة اللي جبناكم فيها. أو الواد ده مثلا بعت الفانيلا والبنطلون بس. احتمال. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا، تعال تعال تعال، خش هنا، يلا حطها هنا اهو. شكرا يا اخويا، اتفضل، متشكره قوي، خد اتفضل. يا سلام يا توحة، لو ينفع تشتريني تاخديني معاكي المكان بعيد. اشتريكي؟
اه تشتريني. مش لما حد بيعجبه حاجه حلوه بيشتريها؟ بس انت مش حاجه، انت بني ادم. بس انا حلوه ولا انا مش حلوه؟ حلوه ده انت سكر نبات، سكر نبات. خلاص يبقى اشتريني. ماشي اشتريكي، بس انا معيش فلوس. طيب وعديني اول لما يبقى معاكي فلوس تيجي وتشتريني. توعديني يا توحة؟ اوعدك يا قلب توحة. تعالوا نقرب، اعملوا نفسكم ناس معدية وبتتكلم. ها ماشي ماشي. بهوات كده؟ يلا بهوات بهوات. ده منظر بهوات، تعروني هتعروني. هي دي العمارة اللي قالت عليها وزة؟ بس حلو قوي يا عرب. تعرف انا طول عمري بحلم اسكن في منطقة زي دي. لا تسكن ايه، احنا مش جايين نسكن، احنا جايين نخلص مصلحة ونخلع في السريع. يا اخي بقولك بحلم بحلم. وبعدين شكل الشقة هنا عمرانة قوي. عمرانة بخيرات ربنا. طب ايه رايك يا عرب كل يوم نيجي نقلب لنا كده اربع خمس شقق؟ لا لا اربع خمس شقق يعني ايه؟ مش عايزين طمع، احنا كل يوم نهجم على شقه ونخلع على طول. صح صح، الطمع قل ما جمع. بس البواب ده تنح قوي، ده ما بيتحركش من مكانه. هانت تكوا على الصبر، حتى البيبي مش عايز يقوم يعمله. بقول لك ايه، بقول لك ايه، اسكت يلا ما تخلينيش افقد تركيزي. خلاص خلاص، بس هو يتحرك ده بقى له اكتر من ساعتين ثلاثه وهو في الوضع ده. ده ايه ده؟ يمكن مات. يلا مات؟ بس ده عينين فتحة. طب يبقى مات ازاي؟ ما ينفعش يموت وعينين فتحة. لا عادي، انا ليا خال قبل كده مره مات وعينين فتحة. مره؟ اه. ليه وخالك ده مات كم مره؟ مات بتاع اربع مرات وكل مره عينين فتحة. اه هو ثابت على موقفه على قديمه ما بيغيرش. لو كده بقى يبقى ده فعلا ممكن يكون مات. طب تيجي نشوف. يلا بينا يلا بينا يلا. ارجع هلا ارجع ارجع، لسه في الروح، لسه في الروح اللي بيلعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتكلموا كاننا بنتكلم مع بعض. يمشي وهو ميت ولا اه؟ مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اه خلع. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا. استرها معانا يا رب، استرها معانا. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ والله العظيم يا باشا هو ده اللي حصل. الناس دي ما بتتاجرش، الناس دي مقضيها كده تفاريح مع بعضيها، يعني بيجيبوا هم اللي بيشتروا لنفسهم سيجارتين كده في العيد، سيجارتين قبل رمضان، سيجارتين في راس السنه، في عيد ميلاد، مش تجاره يعني. يا سلام، ده انت ناس تقولي الراجل بيصلي الفجر حاضر. لا يا باشا حق الله انا ما شفتش حد فيهم بيركعها الصراحه، مش هكذب يعني. اشجان نعم. اتزبت معايا ايه؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت المحضر بتاعك لسه مفتوح عندي على المكتب. طيب يا باشا اعمل ايه؟ طه ما انت حضرتك يعني بتسألني وانا بجاوب، اكذب طه يعني ولا ايه؟ ماشي عارفة لو طلعت بتلعبي على المنجين هعمل فيك ايه؟ انا مقدرش اكذب يا باشا، انا مجنونة، ده انا رقبتي لمؤاخذة يعني تحت جزمة حضرتك. تمام، عايزك تفتح عينك كويس، وعايز اعرف الناس دي بتوزع المخدرات ازاي. مش جان؟ نعم يا باشا. انا متأكد ان هما بيتاجروا في المخدرات، انما انا ما عنديش دليل ضدهم. انت بقى هتساعديني ان انا امسكهم متلبسين، فهمتيني ولا هقعد ارغي كتير؟ لا فهمتك يا باشا، ما دام متاكد يبقى تمام، هتلاقيني رأفة الهجان باذن الله. رأفة الهجان؟ اشجان اي حاجه تسمعيها تكلميني، تتصرفي من اي تليفون، خلاص؟ وعايز اخبار مهمه مش اي هري. عيني يا باشا، تؤمر. اخلع انا ولا في حاجه تانية؟ يلا.